بحلول كل ربيع وبالتزامن مع موسم تفتح الزهور، تحتفي مدينتنا الجميلة أربيل بافتتاح معرض الكتاب على أرضها، حيث تطل علينا بطبيعة خلابة معطرة بنسائم الثقافة لتفوح وتعم أرجاء الوطن. ويغدو المعرض منذ انطلاقه وحتى يومنا هذا مناسبة جماهيرية ينتظرها الجميع. معرض الكتاب هو أحد المهرجانات الثقافية التي تقوم بها المدن والمجتمعات لتحتفل بالمنظومة الثقافية بعناصرها الأساسية الثلاثة: النتاج الثقافي صانعه من دور النشر والكتاب والمؤلفين ومتلقوه من القراء والهواة، لتكريس أسس الثقافة وتبادل المعرفة الإنسانية والإرث الحضاري بين شتى المؤسسات المدنية وفئات المجتمع. ولأجل تحقيق الأهداف المرجوة من معرض الكتاب لا بد من وجود جهة منظمة مسؤولة عن تنسيقه وإدارة أعماله وفعالياته المتنوعة ليظهر بأجمل صورة. مؤسسة المدى للثقافة والفنون والأعلام التي كانت وما زالت السباقة الرائدة في رعاية الكرنفالات الثقافية، ها هي اليوم تبذل الجهود الحثيثة في تطوير هذا المهرجان، كما عودتنا عاما بعد آخر من خلال إثرائه بالمزيد من أهم دور النشر العربية والعالمية التي يصل عددها هذا العام وبدورته 14 إلى 300 دار نشر وأكثر. تستهدف المحتوى النوعي بغية إيصال أرقى ما يمكن للجمهور بتقديم 1,000,000 عنوان كتاب وحضور 80 شخصية معروفة للمشاركة في 70 ندوة وفعالية، كل ذلك في سبيل ترسيخ نهج القراءة والاطلاع المعرفي لدى الناشئة من الجمهور العراقي. فتنبع مياه الثقافة من مدينة الجمال أربيل قلب كردستان العراق وتعود لمجاريها حول الوطن حتى تصب أخيرا في البصرة الفيحاء. من هنا من مكتبة المدى في بغداد كنا معكم على أمل أن نلتقيكم في أربيل، وتذكر كلما قرأت أكثر معنا حتما ستكبر.